صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلديوكن مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا متنوعه، فيها الحلو وفيها الحادق، بس مش من بلدنا، في وصفه واحده بس هي اللي من بلدنا، لكن الوصفتين التانيين من بره شويه، من اخواتنا العرب. عندنا اكله اردنيه وعندنا اكله لبنانيه. هنشوف بقى الحلو بتاع لبنان بيبقى عامل ازاي، وهنشوف الاكلات اللي هي الدسمه بتاعه الاردن هتبقى عامله ازاي. قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا النهارده ونشوف مطبخنا فيه ايه وهنعمله ازاي بمقاديره بطريقته، عايزه نتكلم عن حاجه صغننه قد كده. الحاجه الصغننه اللي هتكلم عنها النهارده حاجه كده لجمال ست العالم، ست الكل، ست الستات، الستات اللي بيبقوا عايزين حاجه لتوريد الخدود وتوريد الشفايف بس المكونات موجوده في البيت. طيب علشان ابقى عامله توريد لخدودي او لشفايفي، في طبعا اللي هو التنت، بس احنا مش هنعمل النهارده التنت، هنعمل حاجه طبيعيه جدا. كل اللي محتاجاه من حضرتك كركديه، حبه كركديه من اللي احنا بنشربه ده عشان الضغط العالي او الواطي، عايزه حبه كركديه. عندنا طريقتين هنستخدم فيهم النهارده الكركديه علشان نعمل يعني توريد لشفايفنا، ما نحتاجش حتى نحط روز ولا نحتاج نحط اي حاجه خالص. هنعمل ايه؟ اول حاجه هتجيبي بودر الكركديه، الكركديه بتاعنا ده تطحنيه كويس جدا وتنخليه علشان يبقى ناعم. هتاخدي منه معلقه تخلطيه مع ايه؟ جليسرين، ماشي، معلقه كبيره من الجليسرين، معلقه كبيره من زيت اللوز المر، وكمان معاه شويه جليسرين شويه فازلين. عايزه الخليط يبقى ناعم خالص، تمسكيه كده ويبقى عامل زي العجينه، وهتاخدي منه وتروحي ماسكه حاطه على شفايفك وعلى الخدود كده وتدعكيه شويه كده، هو هيديكي اللون الطبيعي بتاع الخدود. طيب حاجه ثانيه هنعمل ايه؟ كل اللي محتاجه من حضرتك حبه فازلين، بس الفازلين اللي هو الطبي، بلاش اللي بيتباع السايب اللي عند العطار، بطرمان فازلين، وهتروحي تغلي الكركديه ويكون مركز خالص، حبه كركديه قد كده، وتغليهم على النار لحد ما يتركزوا، هتلاقيه تقيل جدا معاكي. هتروحي مصفياه خالص كويس جدا في شاشه عشان ما يبقاش فيه اي حاجه، وتروحي واخده مقلباه مع البطرمان بتاع الفازلين، هيبقى عندك الخليط بتاع الفازلين لونه محمر من البودر بتاع الكركديه او من السايل بتاع الكركديه. برضه هتاخديه تحطي على شفايفك وتحطي بس هنا كده على خدودك وتعملي كده، الفازلين اصلا مرطب حلو جدا للشفايف وللوش وفي منتهى الجمال، مع اللون الاحمر بتاع الكركديه هيديكي توريد طبيعي لشفايفك وخدودك. دمتم جمال ودمتم عسليات كده يا رب. يلا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نشوف مطبخنا فيه ايه النهارده، وايه الاردني وايه اللبناني وايه المصري. النهارده المطبخ بتاعنا موجود فيه جميع الجنسيات ان شاء الله باذن الله، وصفاتنا تعجبكم وتنور رضاكم. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل وصفاتنا، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديوكر. ورجعنا من الفاصل، هنبدا ايه دلوقتي؟ زي ما اتكلمنا في اول حلقتنا ان احنا عندنا النهارده المصري واللبناني والاردني. هنبدا بايه؟ هنبدا بالمصري علشان ياخد معايا تسويته في الفرن، لان انا مش عامله منه نسخه. هعمل ايه؟ هعمل صنف بطاطا. هي البطاطا محتاجه وصفات ولا محتاجه حاجه؟ النهارده عامله ايه؟ انا عامله البطاطا النهارده في الكيس الحراري، والتطعيمه بتاعتها هتكون مختلفه. شيء طبيعي ان احنا لما بنعمل البطاطا في الكيس الحراري وندخلها الفرن مع حبه سكر، السكر بيبدا ان هو يدوب معانا، يبدا ان هو يكرمل وخلاص استوت على كده. لكن انا النهارده بقى المصري كله والتطعيمه بتاعتها كلها لما تطلع من الفرن، وتطلع بقى ملسوعه كده بالسكر المكرمل كده، واكون محضره ايه بقى؟ فضلت خيركم حبه عسل اسود مع حبه طحينه، عسل اسود بطحينه اللي احنا بناكله ده. طلعي البطاطا ورشيه على الوش، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بصوا تحسوا ان البطاطا يعني عمركم ما اكلتوا بطاطا في حياتكم اصلا بالتطعيمه دي. انا مش محتاجه غير ان البطاطا تكون مغسوله وتكون متنشفه، وهروح عامله كده اهي، هروح واخده البطاطا كده بالشكل ده، وقبل ما احطها
هروح عامله كده. شايفين انا بعمل ايه؟ بديها تغريزه كده بالشوكه بالشكل ده. بالشكل ده كده بديها تغريزة بالشوكة علشان ان هي تستوي حلوة قوي من جوه بالمنظر ده كده. بصوا كام تغريزه كده بالشوكه وبس اهي، حطيتها جوه الكيس الحرير. وهعمل عليها ايه؟ ولا هحط لها ميه ولا اي حاجه خالص. كل اللي انا محتاجاه هروح جايبه كده كوبايه سكر، راح عامله كده بالمنظر ده كده، واروح قافله كده مش شرط تستخدمي القفل بتاعه. في ناس كتير قوي ما بتعرفش ان هي تستخدم القفل بتاع الكيس، فبسهل عليك الدنيا، ربنا يسهل علينا امورنا كلها يا رب. وراح عامله كده، واروح جايبه سكينه واروح مديها فتحتين كده بس، مش عايزه اكتر من كده. وبتتحط في الفرن، السكر اللي جوه دوت بيدوب مع السخونيه بتاعت الكيس، هتبدا البخار بتاعه يطلع، هيسوي لي البطاطا بسرعه جدا، هتحسوا ان هي اتلسوعت وان هي بدات ان هي تتشوي معانا. بعد ما توصل للشكل اللي احنا عاملينه دوت او اللي احنا عايزينه، قبل ما افتح الكيس هروح جايه من بره كده ودايسه على البطاطايه. دوست على البطاطايه ولقيتها مستويه معايا تمام، لسه شويه هروح سايباها في الفرن، وبعد ما تطلع اروح مطلعاها من الكيس الحراري، فاتحه كل بطاطايه نص كده تبقى مفتوحه قدامي، واكون مع محضره العسل الاسود بالطحينه، اقلبهم على بعض. في ناس بتحب الطحينه اكتر، في ناس تحب العسل الاسود اكتر، انا عن نفسي بحب الطحينه تكون اكتر من العسل الاسود. فابدا ان انا ازود الطحينه على العسل وابدا ان انا اقلبهم مع بعض، وارجع بعد كده احطهم على البطاطا ساعه الاكل. طبعا انا فتحت الفرن دلوقتي وانتم شايفين في الفرن محطوط ايه، دي النسخه بتاعه المكموره الاردنيه. نطلع اللصاق شويه حمدي تشوفها. بسم الله، شايفين؟ بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنسيبها تكمل تسويتها وريحتها يا روحي عليها، فعلا حاجة تفتح النفس. هنشوف هي اتعملت ازاي والشكل ده ايه واللي جوه اصلا ايه لما نيجي للطريقة بتاعتها ان شاء الله. طيب نشيل العسل بالطحينة كده بتوع البطاطا لحد ما تستوي معانا ونشوف هنحطها ازاي. محدش يقول بطاطا وعليها عسل وطحينه دي هتبقى تقيله قوي وهتبقى دسمه قوي، ما تحكموش على الحاجه الا لما تجربوها. طيب هنيجي دلوقتي هنعمل ايه حمدي؟ هنعمل النموره. النموره صنف حلو، ناس كتير قوي بتحط فيه قرفه، بس انا النهارده مش حاطه فيه قرفه، انا النهارده عاملاها بثلاث مكونات بس او باربع مكونات بس، مش بدبكه كتير زي ما هم بيعملوها. ما هم لا دول لوحدهم ودول يعني ده كده لوحده وده كده لوحده بالشكل ده كده. المقادير معانا على الشاشه. مقاديرنا بتقول ايه في النموره يا حمدي؟ معايا كيلو سميد نعم اللي هو دي البسبوسه او دي السمولينا، جايبينه من عند العطار بالشكل ده كده. معايا كيلو سكر ولتر الا ربع من الميه، معلقه كبيره بيكنج باودر وربع معلقه صغيره بيكنج صودا اللي هو كربوناته، وللوش معايا لوز مقشر. العسل بقى بتاعها هيكون عباره عن ايه، او السيرب بتاعها هيكون عباره عن ايه؟ يلا بينا. اربع كوبايات من السكر، ثلاث كوبايات من الميه، وعصره ليمون. مفيش عصره ليمون، حطي معلقه جلوكوز كبيره. واهم حاجه اما تيجي تعملي السيرب ما تقلبيهوش، اهم حاجه ما تقلبيهوش، عشان لو قلبتيه هيسكر من الجناب وهيبدا ان هو تيجي تعمليه تاني يوم او تستخدميه تاني يوم هتلاقيه مسكر وهيبوظ منك. ما نقلبش السكر خالص. بصي يا حمدي انا هعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله، ادي لتر الا ربع ميه،
وادي السكر اهو، قلبته ما قلبتهوش، هروح رافعه ده كده على النار ومش همد فيه معلقه، ما تمديش فيه معلقه ولا سيليكون ولا خشب ولا المونيا ولا استانلس ولا اي حاجه، ما تمديش معلقه جوه العسل ده، مش العسل اللي هتتسقي بيه، العسل اللي هتتسقي بيه معمول اهو قدامنا وبارد. امال العسل ده ايه؟ ده اللي هينزل عليه السميد بتاع البسبوسه ويقعد ليله كامله عشان يوصل يبقى كده. يقعد ليله كامله عشان يبقى كده. يعني السكر والميه اللي على النار دول مجرد ما يبداوا يغلوا هروح ماسكه الكربوناتو والبيكنج باودر حطاهم هنا كده اهم. حطيتهم على السميد وهقلبهم مع بعض. ده كده كيلو سميد عليه كربوناتو وعليه بيكنج باودر، يتقلبوا كده كويس قوي مع بعض. تمام تمام. على النار فيه ايه؟ لتر الا ربع من الميه وكيلو سكر، والخليط ده ما بيتحطلوش ليمون لان ده مش العسل بتاعها. مجرد ما يبدا يغلي والسكر يدوب وهو بيغلي اروح نازله اشيله من على النار وانزل عليه بالسميد بالكربوناتو بالبيكنج باودر، اقلبهم مع بعض، احطهم في بوله كبيره علشان حجمه بيزيد، واسيبهم بالستريتش كده او اغطيهم ليله كامله من بالليل للصبح. ده متساب من بالليل للصبح. بصوا كده عمل ازاي، شايفين؟ بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله عليه. ادي الشكل بتاعه لما بيقعد ليله كامله. اكون محضره ايه؟ اكون محضره صاج، والصاج دوت فيه ورقه زبده، والصاج تكون بحيطه عاليه، او لو عايزاه في صينيه مدوره ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه يكون بحيطه عاليه لان الخليط بتاعنا فيه بيكنج باودر وكربوناته فهيعلى معانا. ورقه الزبده، واروح حاطه كده زيت. نونه طب ما انت حاطه ورقه زبده، حاطه زيت ليه؟ احتياطي، تحسبا ان يكون نوعيه ورق الزبده مش كويس فما بقاش خسرت الصنف بتاعي اهو بالشكل ده كده. دهنتها زيت كويس قوي من جميع الجوانب، وارجع بعد كده البس كلوفز علشان انا هستخدم ايدي وانا بساوي الوش بتاعها برضو بحبه عسل. طيب حطينا في الارضيه زيت، وبصوا هنحط ايه كمان، شايفين العسل بتاعها اللي هو القوام بتاعه متوسط ده، هروح حاطه كده، شايفين المنظر، وارجع اروح عامله كده بالشكل ده برضو جميع الجوانب والارضيه كويس قوي، واروح جايبه بقى الخليط اللي معمول من امبارح لحد الصبح، واروح مفضياه في البوله بسم الله في اللاصوج. بص انا عملت ايه، باخد من العسل، دهنت ايديا، انا بعمل ايه، بساوي الوش خالص كده بالشكل ده. طيب هي كده خلاص، اه هتتحط في الفرن وخلاص. احنا هنسوي على مرحلتين. يعني ايه هسوي على مرحلتين؟ يعني المرحلة الأولانية هحط الصاج زي ما هو كده في الفرن حوالي هنقول من ربع ساعة لتلت ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة تتشمع وتمسك معانا كويس، وبعد ما تتشمع وتمسك معايا كويس أروح مطلعاها مقطعاها أو محدداها، وأبدأ إن أنا أحط اللوز المقشر على الوش بشكل كويس كده وأرجعها الفرن تاني تكمل تسويتها، تتحمر زي البسبوسه خالص. انا طبعا مش عامله منها نسخه، النسخه الوحيده اللي عملتها حته ان انا اعمل السميد مع السيرب من امبارح علشان تشوفوا شكل الخليط بالشكل ده.
لكن لما احطها في الفرن دلوقتي المرحلتين التانيين هيحصلوا قدامكم. طيب تعالى يا حمزه نطلع فاصل، انت معايا؟ هنطلع فاصل علشان اخد البطاطا احطها في الفرن التاني واحط النموره بتاعتنا في الفرن علشان تشوفوا مراحل التسويه بتاعتها عامله ازاي، ولما نرجع من الفاصل يكون السكر بالميه بتاعتها غليت عشان نشوف نحط السميد لتاني يوم علشان تتعمل، ونرجع نعمل بقى المكموره الاردنيه حاجه كده عسل عسل عسل. نرجع من الفاصل نكمل حلقتنا، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي اوكي. ورجعنا من الفاصل، عملنا ايه في الفاصل؟ مش هقول لكم ما عملناش اي حاجه لان احنا فعلا عملنا حاجات كتير قوي، تعالوا اوريكم احنا عملنا ايه في الفاصل. خدت النموره اللي احنا عملناها نقلناها في صاج اكبر علشان البيكنج باودر والكربونات اللي احنا حاطينه هيعلى زياده وهيسوي زياده، فعشان كده ما كانش ينفع ان هي كانت الصاج اللي احنا عملناه كانت على الحرف، فلا لازم يبقى في مسافه كده عشان على ما تعلى يبقى تمام. هنسيبها حوالي من 10 دقايق لربع ساعه لثلث ساعه بالكتير قوي لحد ما تتشمع، وارجع بعد كده اطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. المكموره الاردني في الفرن زي ما هي وريحتها الله اكبر اللهم بارك عليها، هنقفل عليها كده وتعالوا نشوف مقاديرها وعملناها ازاي. طيب مبدئيا كده الحاجه بتاعتها لازم تكون بارده، عشان كده انا عاملاها نسخه، انا عامله الحاجه بتاعتها نسخه ومسايباها تبرد خالص تبرد خالص علشان لما احطها على العجينه اللي هي مغلفه المكموره ما تسيلش العجينه وما تفتحهاش. بصوا العجينه بتاعتها عامله ازاي، بصوا المنظر، بسم الله ما شاء الله، شايفين العجينه اللهم بارك الله اكبر عليها، حبه بركه وسمسم، وهنشوف مقادير العجينه دي كانت عباره عن ايه دلوقتي. وتعالوا ننزل المقادير يا حمدي، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن فراخ مسلوقه وعاملينها نسايل نسايل كده. ممكن تعملي الوصفه بتاعتنا دي ببواقي الفراخ عندك، لو سلقه فراخ او الكلام ده كله، حتى لو عندك فراخ مشويه فضل منها حته كاني ماني، بتبداي تشيلي الجلد بتاعها وتبداي تنسليها بالشكل ده كده. ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن بصل مفروم خشن ومتحمر كده او متدبل كده بالتوابل بتاعته في زيت زيتون. زيت زيتون. طيب العجينه عباره عن ايه؟ 4 كوبايات من الدقيق الابيض، 2 كوبايات من الدقيق الاسمر، 3 معالق كبار سمسم متحمص، 3 معالق كبار حبة البركة، معلقة سكر، رشة ملح، مية للعجن. ما فيهاش ولا خميرة ولا أي حاجة، بس لازم ترتاح معانا كويس جدا 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 علشان تتفرد معانا بسهولة. بنحط كل المكونات مع بعضها، مية من الحنفية عادي مش شرط تكون مية دافية، أنا ما عنديش خميرة علشان إن أنا عايزاها تشتغل. ببدأ إن أنا أعجنها لحد ما تتعجن كويس جدا وتديني النعومة بتاعتها دي، وأروح أحطها في بولة ومغطيها وأسيبها ترتاح حوالي نص ساعة أو ساعة. كل ما العجينه ارتاحت كل ما جت في الشغل اشتغلت معايا بسهوله جدا، ما بداتش ان هي تقطع، ما بداتش ان هي تلم، هتلاقوها بتفرد معاكم بسهوله قوي. ده بالنسبه للعجينه. طيب بالنسبه للفراخ بقى، عندي كيلو صدور فراخ مسلوقه، او لو فرخه صغيره عندي كده اسلقيها وابداي صفيها وشيلي الجلد بتاعها وابداي خدي اللحم بتاعها ونسليه بالشكل كده. 1.5 كيلو بصل مفروم في 2 كوباية زيت زيتون. بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي. كل اللي انا بقول عليه ده لازم يكون بارد، عشان كده انا عاملاه وسايباه يبرد خالص علشان استخدمه على طول. اهو بنحط زيت الزيتون وبحط فيه البصل يتحمر بالشكل ده كده، مش ياخد، لا يعني مش يتحمر، يدبل خالص بالشكل ده كده. بحط عليه بقى ايه، معلقه كبيره 7 بهارات، حبه كركم، شويه كمون وملح وفلفل اسود. التتبيله بتاعته ريحتها تحفه تحفه تحفه. من نفس الكركم والكمون وال7 بهارات والملح والفلفل الاسود انا حطاهم في سلق الفراخ، يعني خدت الصدور بتاعه الفراخ حاطه فيها كركم وحاطه فيها كمون وملح وفلفل اسود و7 بهارات، سلقت فيهم علشان تبقى التطعيمه بتاعه الفراخ واخده من التطعيمه بتاعه البصل. طيب كده حضرت المكونات كلها، انا عايزه انقلها اهو كده بالشكل ده. كده حضرت العجينه مرتاحه، البصل بارد
خالص، معمول بزيت زيتون ومتبل حلو قوي، والفراخ نفس النظام بارده خالص ومتنسله بالشكل ده. طيب نيجي بقى دلوقتي نشوف الصينيه بتاعتنا تكون عامله ازاي. بس قبل ما نشوف الصينيه بتاعتنا عامله ازاي، عايزه ابص على المخموره بتاعتنا اصلا اللي في الفرن، علشان لو هنطلعها تهدى بعد كده نبدا نقلبها، لان هي هتتقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايفه ان هي كده تمام وزي الفل. هجيب حاجه اطلع بيها الصاج علشان تهدى خالص، او اطلع الصينيه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده هسيبها تهدى على ما اعمل المقموره بتاعتنا، وهوريكم الطريقه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، وبعد كده نقلبها براحتها. قبل ما نعمل المقموره يا حمزي بص معايا، قبل ما نطلع الفاصل واحنا بنعمل النموره، حطينا عسل على النار مع ميه دابت بالشكل ده، اروح واخداها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا السكر مع المية ودابت بالشكل ده كده، وارجع وارجع اعمل كده. بصوا كده، ده السميد مع البيكنج باودر مع الكربونات بالشكل ده، اقلبه كده كويس واروح مغطياه وسايباه لتاني يوم علشان يديني النتيجه الحلوه قوي بتاعه النموره بتاعتنا. في طبعا بيبقى اساسها قرفه، بيزودوا قرفه كتير قوي في العجينه، بس بصراحه يعني انا دقتها بالقرفه وهم كانوا مزودين القرفه قوي زياده عن اللزوم، فحسيت ان انا باكل قرفه صافي وكان لونها مسود كده وغامق، فانا ما حبيتش كتر القرفه. فممكن نحط رشه قرفه بسيطه على العجينه هتدينا برده نتيجه كويسه. بصوا كده شايفين الخفية بتاعتها دي، بصوا خفيفة ازاي. لما تقعد بقى وتبات لي تاني يوم هتطلع بنفس القوام اللي حضراتكم شفتوه لما حطيناها في الصاج. حاضر، ثانية واحدة نركنها بقى كده على جنب ونغطيها وتستخدموها تاني يوم. طيب نيجي بقى دلوقتي نشوف النمورة بتاعتنا اخبارها ايه. الصينية بتاعتنا اهي، هدهن الصينية زيت وهحط ورقة زبدة وهدهنها برضو زيت، ونصبح على ايه ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا ست نون. صباح الجمال على عيونك يا قلبي، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبي. الله يسعد قلبك، تسلمي لي يا رب، ما نحرمش منك. سلم عمرك يا رب من كل شر، تسلمي لي حبيبتي. اموريني. لا بطمن على حضرتك. حبيبتي حبيبتي ربنا يسعدك يا رب ويرزقك الخير كله. نورتيني يا ايه، وصباحك حلو زيك يا قلبي. نورتيني حبيبتي. بصوا حطيت ورقه الزبده ورحت دهناها برده شويه من الزيت. نيجي بقى دلوقتي للعجينه، انا شلت الزيت اللي انا هستخدمه. نيجي بقى دلوقتي للعجينه، بصوا كده بسم الله. العجينه بتاعتنا اهي، ولا عايزه رشه دقيق ولا عايزه حاجه خالص، انا كل اللي عايزاه عايزه زيت وعايزه سكينه. بصوا كده العجينه بتاعتنا اهي، هعمل كده، دي اللي هي اول واحده، ادي اتنين تلاته اربعه خمسة ست، تمام اهي. ممكن ناخد، ماشي، دي اللي اول واحدة اللي هغلف بيها بره، ودي الطبقات اللي جوه. يعني ايه الطبقات اللي جوه؟ هوريكم دلوقتي يعني ايه. ادي اهي العجينة اهي، دهنة زيت على الرخامة، اروح عاملة كده بنعمل مقاسها على اساس ايه؟ على اساس الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها، على اساس الصينيه اللي هنشتغل فيها. فدي انا عايزاها تغطي الصينيه خالص وتبقى كبيره، يعني تبقى الاطراف بتاعتها طالعه بره الصينيه. ليه الاطراف بتاعتها طالعه بره الصينيه؟ علشان دي هيبقى الغلاف الخارجي اللي هيتحشي باقي الطبقات بالشكل ده كده.
بصوا شكل العجينة عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا عشان بحب اشتغل براحتي. شايفين؟ عايز تعملي بقى صينية كبيرة، صينية صغيرة، زي ما حضرتك عايزة. هنعمل اكبر شويه كمان. ليه اكبر شويه كمان يا نونا مع انها اكبر منها؟ لان انا عايزه العجينه دي هتغلف الصينيه من جوه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا كده، بصوا بصوا، انا بريح العجينه لجوه. شايفين؟ شايف يا حمدي؟ بصوا كده. لما نزلت البوست قالوا لي ايه، بص كده يا حمدي، اشهر كلمات بقولها. بص كده يا حمدي، ونبص على اللي في الفرن، نبص على اللي في الفرن واحنا بنكمل بنكلم الرماد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بص يا حمدي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سكينة ومعايا لوز، وبصوا بقى كده، بسم الله. هي المفروض كلها تتشمع بالشكل ده. دي تجنن، ده لما تستوي كمان وتتسقي، يا نهار ابيض على الجمال من جوه. بص بقى يا حمدي كده، بنعمل كده، بناخد اللوز، بناخد بعد كده ما استوت اهي نص تسويه، ببدا ان انا احط اللوز دلوقتي كده، عشان لو حطينا اللوز من الاول خالص هيبدا ان هو يتحرق معانا ومش هيديني اللي انا عايزاه. ونصبح على رماس ونقول لها صباح الهنا. ازيك يا شفنون؟ صباح الجمال يا قلبي. شوف شفنون عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا بحبك قوي حبيبتي. الله يسعد قلبك، تسلمي لي، ما نحرمش منك. اموريني، ممكن اسالك على حاجه؟ يا نهار ابيض، 10 اسئله مش سؤال واحد. اموري، عايزه اعرف طريقه البيت. عيوني الاثنين بس كده، احلى بيتزا لاحلى رماس. طب ايه رايك يا رماس نعملها الاسبوع الجاي سوا؟ ماشي. ماشي، استنيني الاسبوع الجاي نعملها سوا بطريقه سهله وبسيطه. ماشي ماشي يا قلبي، نورتيني. بصوا كده، ببدا ان انا احط كده بالشكل ده، واضغط ايه ضغطه كده. عايزه تحطي سوداني ما عنديش اي مشكله، حطي اللي يعجبك. عايزه تحطي لوز ماشي، بس هي الاساس بتاعها بيبقى قصدي عايزه تحطي فستق ماشي، بس الاساس بتاعها بيبقى لوز. بس ايا كان برضو اللي عندنا مش هيقول لا. بيتحط لها قرفه يا جماعه، الاساس بتاع النموره بيحط لها قرفه، بس انا بصراحه اما دقتها بالقرفه ما يعني، هي بتبقى اذواق، بس انا ما حبيتهاش بالقرفه يعني. لسه قايله حالا يا حمدي، لسه قايله حالا. لا لا، لسه قايله حالا، لو مفيش لوز نعمل ايه؟ ونصبح على ساره
ونقول لها صباح الهنا. الو ازيك؟ صباح صباح الجمال يا قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير تسلمي لي. والله يا شيخ منى كنت طالبه منك طلب. عيوني الاثنين 10 طلبات مش طلب واحد، اموري. والله يا شيخ منى انا سمعت عن الجينكس ان هو كان جميل جدا وحضرتك بتشكري فيه وكده، فانا كنت يعني طلب يعني ممكن. عيوني اموري. معلش يعني حضرتك يعني ممكن يعني علشان الظروف وكده يعني ممكن يعني ادي رقمك، ادي رقمك لرغدة. طيب طيب ادي رقمك لرغدة وانا هخلي شادي او حد من ريجينكس يكلمك. عيوني الاثنين نورتيني. بصوا كده فاضل حاجات بسيطة اهي وندخلها الفرن، بس هلفها بقى علشان الناحية التانية يستوي زي التاني كده، ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي لما يطلع كده وتبقى ايه مغمقه كده زي البسبوسه وتتسقي بالشربات البارد كده. يا نهار ابيض على الجمال بالشكل ده كده. تعالوا بقى نحطها في الفرن، نلفها كده. بسم الله. نقفل بقى الفرن ونسيبها، وتعالوا نرجع نكمل المكمورة بتاعتنا. بصوا بقى كده عملنا ايه، عملنا العجينة بتاعتنا اهي بالشكل ده كده، وسايبة الاطراف بتاعتها كده. بصوا بقى هنعمل ايه، العجين ده هيتفرد برضو بس طبقات اصغر من دي عشان ده هيبقى جوه الصينية. طيب هعمل ايه دلوقتي، اروح عاملة كده جايبه الفراخ وحاطه كده، وعشان تسكر لي شويه بروح حاطه معاها معلقه من البصل بالشكل ده. تمام اهي بالمنظر ده كده، وارجع بعد كده اروح شايله دي واروح جايبه كوره من العجين، دهنه زيت واعمل كده. وخلوا بالكم ان الكوره اللي انا هعملها دلوقتي دي او هفردها على قد الصينيه من جوه، تبقى الاطراف بتاعتها مش على الحرف كده، يا دوب ان هي تغطي الحشوه اللي احنا حاطينها. نشيل ونحط على الفراخ بالبصل بالمنظر ده. ارجع اعمل ايه، ارجع احط فراخ. في بقى بيحطوا ايه، طبقه فراخ وطبقه بصل، انا بقى بحب احط الاتنين بصراحه علشان تبقى التطعيمه بتاعت الفراخ واخده من البصل كده بزيت الزيتون بالتوابل الحلوه بتاعته. يا نهار ابيض حاجه كده فل. وارجع اروح ماسكه حته العجينه على زيت وابدا ان انا افرد على قد الصينيه علشان تغطي لي الحشوه اللي انا عملتها لحد ما بتخلصي الطبقات كلها. وعلى حسب بقى ما انت عايزه، 5 طبقات 6 طبقات، على حسب العجينه وعلى حسب حجم الصينيه اللي حضرتك عاملاها وعلى حسب برضو كميه الحشو كده. بصوا العجينه ما شاء الله عليها عامله ازاي كده بالمنظر ده. فراخ بصل اللي معمول بزيت زيتون وريحته تحفه، عينينا على اللي في الفرن يا شباب. وحد يشوف لي البطاطا بالله عليكم بالشكل ده كده. نرجع نفرد العجينه، دهنا من الزيت علشان تديني النتيجة اللي أنا عايزاها. على قد الصينية من جوه، وخلوا بالكم إن الأطراف اللي طالعة بره دي ليها لازمة هنعرفها دلوقتي. بسم الله.
نخلي الاطراف طالعه كده، نفرد كده الحشوه مع العجينه من جوه، نرجع نحط فريخ. تمام جدا ما شاء الله. بصوا كده فاضل عجينتين، بتخلصي الطبقات كلها. وخلي بالك ان الطبقة الأخرانية في تكاية قبليها، الطبقة الأخرانية دي اللي قبل الأخيرة بتاعتنا اهي، الطبقة الأخرانية فيها تكة مهمة جدا هنخلي بالنا منها علشان تطلع لنا المقمورة الأردني في منتهى الجمال. بسم الله. شايفين الطبقات كلها؟ بصوا بقى كده، دي آخر حشوة اهي عشان فاضل لي رق واحد بس من العجينة بالشكل ده كده. الاساس في الوصفة زيت زيتون مع البصل، ما يتعملش بزيت عادي علشان تاخدي نفس التطعيمة اللي هم بيعملوه بالمنظر ده كده. بصوا بقى كده فاضل رق واحد اهو من العجينة، هروح بقى جايبة قبل الرق ده، اروح جايبة الاطراف لمها كده. كده اللي احنا اصلا كنا رافعينها اهي، كل الاطراف بتاعت العجينة بلمها على الحشوة كده، واجي لاخر قطعة من العجينة هي اللي بتلفلي كله من فوق زي كده يا حمدي. ادي الطرف الاخراني بتاع العجينه اهو، اهو دي اخر طبقه لفت العجينه كلها اللي احنا برضه هنعملها دلوقتي. يلا بينا نفرد العجينه بتاعتنا علشان نقفل المقموره، وبنحطها في الفرن على درجه حراره 180 لمده ساعه او ازيد من ساعه كمان على حسب درجه حراره الفرن. سهلة جدا، ما بتاخدش وقت، ما تفتكروش ان هي غلبة ووقت والكلام ده كله، لا هي الموضوع ادام العجينة اتعملت وارتاحت، عملت الفراخ سلقتيها وعملت البصل، تيجي تجمعيها هتحس بمتعة فظيعة وانت بتجمعي الصينية بتاعت المقمورة الاردني. هتيجي بقى دلوقتي بعد ما تستوي، انا سبتها هديت، هنيجي نقلبها وتشوفي بقى الانجاز وتحسي بالانتصار والانجاز اللي انت عاملاه لما تيجي كمان حد من ولادك او من ضيوفك يجي ياكلها ويقول لك تسلم ايدك ما اكلتش زيها قبل كده ولا هاكل اللي في الصينيه. الله، لا نقفل المقموره الاول بعد كده نبص على اللي في الفرن. بسم الله. ونصبح على صفاء ونقول لها صباح الهنا. الو الو، ازيك يا مدام صفاء؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي، طول ما انت بخير الله يسعد قلبك. تسلمين، تسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها، سلم عمرك يا رب من كل شر. تسلمين الله يسعد قلبك، تسلمي اموريني يا رب. مفيش اي وصفه بتعمليها الا لما بعملها والله. حبيبتي سلم ايدك وسلم عمرك وصحتين على قلبك يا رب دايما. تسلمي يا حبيبتي، حبيبتي تسلمي لي يا قلبي اموريني. كنت بس عايزه حضرتك بس تنزلي لي المقادير اللي انت حضرتك بتعمليها دلوقتي عشان فتحت البيوم متاخر. مقادير المقموره عينيا الاثنين، حاضر عينين حبيبتي، نورتيني مع الف سلام. قولي لي اموريني. تسلمي يا رب يخليك. عايزه بس لو يعني ممكن تنزلي لنا وصفات دايت عشان الريجيم. حاضر حاضر، عيوني الاثنين يا صفاء، عيوني نورتيني يا حبيبتي. بصوا كده بصوا كده بعمل ايه، بعمل كده علشان اخد على المقاس بالظبط بتاع الصينية علشان اغطيها بالشكل ده كده. مش عايزة اكتر من كده،
عايزه تلفيها فويل ماشي، مش عايزه تلفيها فويل دخليها الفرن بالشكل ده لمده نص ساعه، وبعد كده شيلي ورق الزبده من عليها او ورق الفويل من عليها لو انت حاطه فويل، وسيبيها في الفرن نص ساعه كمان، هتطلع زي ما احنا مطلعينها كده. انا عايزه استند، الله اكبر عليك. طب هاتي هاتي هات. عايزه الاستند نقلب عليه المقموره بتاعتنا، ننضف كده حوالينا ونروق حوالينا عشان تبقى الدنيا دايما نظيفه. اخبار البطاطا ايه يا شباب؟ مقادير المقمورة على الشاشة و بسم الله ماشي تمام. طب عايزين نحرك دي يا حمدي، وعايزة اما انا هقلبها هي سخنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي صنده ربنا ما بيقعش. بسم الله، ايدك معانا يا رب. قوي ريحتها تجنن. انا عايزه اقول لك على حاجه كمان، عايزه اقول لك على حاجه كمان، ان احنا هنجيب دلوقتي سكينه ونقطع نشوف اللي فيها ايه من جوه بعينك. استنوا بس ايه يعني، نطلع شغلنا كله وانجازاتنا بتاعت النهارده. بسم الله الله اكبر. بص معايا يا حمدي. اللهم صل على النبي. بصوا كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بص يا حمدي، بص يا الله اكبر. بسم الله يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده ايه ده؟ بصوا بقى لما حطينا اللوز في نص التسويه، بصوا اللون اللي هو عايزه يعني، بصوا اللون اللي واخده عامل ازاي، شفتوا اللون اللي واخده اللوز عامل ازاي؟ لكن لو كانت حط من اول التسويه كان اغمق واتحروق، وانا اكره ما عندي الاقي مكسرات محروقه، فمتهيألي مش هتلاقوا احلى من كده. هنجيب بقى دلوقتي سكينه ونيجي نقطع حته كده من المخموره عشان نشوف ايه اللي جواها، ونشوف البصل بقى بالفراخ بايه بالجمال اللي احنا عاملينه ده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. حمزه انا عايزه اعمل كده، اقسم بالله لو شغاله في سيرك ما هعمل اللي انا بعمله ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم بارك. بسم الله، سامعين القرمشة والصوت، الله أكبر. السكينة مش حامية. ثانية واحدة بس نقطع حتة من المقمورة. محتاجة سكينة حامية بس. الله أكبر، ريحتها تحفة، ريحتها تحفة فعليا. تسلمون يا رب. بصوا المنظر، هنلف بقى كده ونبص الشكل بتاعها من جوه ايه. بسم الله ما شاء الله، تستاهل العمايل، فعلا تستاهل العمايل. نطلع فاصل، نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف عندنا ايه تاني النهارده. الصينيه بتاعت المكموره نحطها في الفرن، البطاطا اخبارها ايه عشان نحط عليها العسل. يلا خمس دقايق طب ما نطلع من الفرن، نرجع من الفاصل. ادي المكموره اهي، وادي النموره بتاعتنا اهي، ولما نرجع كمان هقطع لكم منها قطعه. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي يوكا.
نونو مش قادره من الاسواع والسخونيه اللي هي فيها. طيب دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا كده البطاطا اهي، بسم الله ما شاء الله، والكرمله بتاعت السكر عظمه عظمه عظمه، بسم الله ما شاء الله. طيب هنعمل بقى ايه؟ نحط عليها العسل بالطحينه، بس نسيبها تهدى شويه علشان انا عايزه العسل والطحينه لما ينزلوا عليها يبقوا ماسكين نفسهم، ما يبقوش ان هم سايحين من السخونيه بتاعت البطاطا والسكر اللي فيها. طيب هنيجي بقى دلوقتي نتكلم في ايه؟ هتكلم على حاجه كويسه وحاجه مش كويسه. ايه الحاجه اللي مش كويسه؟ ان ريجينكس امبارح عملت لايف انا بالليل واتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن ان الصابون خلص. اتفاجئت الصبح ان مش بس الصابون هو اللي خلص، مش بس الصابون هو اللي خلص، لا النهارده الصبح كمان كريم الهالات خلص. كريم الهالات والانتفاخات اللي لسه كنت بتكلم عنه امبارح واتكلمنا عنه اللي هو الفرد الجديد في عيله ريجينكس كمان خلص. الناس اللي كانت حاجزه اول ما الكريم ما يوصل واول ما الصابونه ما توصل هتروح له. تمام؟ امبارح كانت الصابونه في امبارح ناس حجزت بعد اللايف، طبعا هم كانوا 32 صابونه خلصوا في اللايف، ما بقاش في صابون تاني، بس في ناس حجزت في العرض علشان تستفاد بالخصم بتاع العرض امبارح، فالناس اللي حجزت امبارح وقت اللايف هي دي اللي هيروح لها الصابون اول ما يجي. طيب طب وكريم الهالات يا نونا؟ للاسف خلص. طب ايه بقى اللي موجود دلوقتي؟ يعني احنا لو عايزين نحجز مثلا عرض فيه كريم الهالات مش هيجي لنا؟ لا حضرتك هتاخدي بالسعر او بالعرض اللي كان نازل او اللي حضرتك عايزاه، بس اول ما يوصل الكريم هيجي لك. والناس اللي كانت حاجزه بالصابون نفس النظام. طب العرض بتاع النهارده عشان نلحق نستفاد بيه ونلحق ناخد منه قبل ما يخلص هو كمان. طيب النهارده العرض بتاعنا ايه؟ اتنين غسول واتنين بشره واتنين كريم الجسم. كريم الجسم ايه اللي خلاني ما بتكلمش عنه الفتره اللي فاتت؟ لانه كان خلصان ولسه واصل. فالناس اللي كانت حاجزه كريم الجسم معانا الاوردرات بتاعتها تبدا تتسلم لها من النهارده. الناس اللي كانت حاجزه كريم الجسم معانا الاوردرات بتاعتها هتبدا تتسلم لها من النهارده لان هو لسه واصل. طيب عرض النهارده بقى ده يعني هقول ان هو عليه خصم 40% او اكتر كمان من 40%. طب نحجز العرض بتاع النهارده ده ازاي؟ او نحجز عرض يكون فيه كريم هالات ازاي؟ او نحجز عرض يكون فيه صابونه ازاي عشان اول ما الحاجات دي تتوفر تبدا ان هي تجي لنا على طول؟ حاجه بسيطه جدا اهو، مش حاجه واحده، هم حاجتين. هنبدا ان احنا نفتح الكاميرا بتاعه الموبايل وندخل على الكيو ار اللي على الشاشه، ندوس على اللينك، ندخل على الصفحه على طول. ادي صفحه ريجينكس، الصفحه الاصليه والوحيده والصفحه الرسميه لبيع المنتج، عليها واتساب وعليها ماسنجر رسائل. نمشي كده شويه، ادي عرض النهارده يا ست الكل. عرض النهارده بيقول ايه؟ عروض الشحن المجاني بدات خلاص. يعني مش بس خصم 40%، لا ده انت هتاخدي عرض النهارده كمان شحن مجاني. احجزي عرض النهارده بخصم 40% وكمان هيوصلك لحد باب البيت بدون مصاريف شحن. ايوه احنا بنعمل خصم على العرض وكمان بدون مصاريف شحن. حافظي على بشرتك مع كريم التجاعيد واول غسول في مصر 3 في 1 مع ريجينكس، وكمان حافظي على بشره جسمك. عرض النهارده 2 عبوة غسول، 2 عبوة كريم بشره، 2 عبوة كريم الجسم، كل ده بدون مصاريف شحن وكمان خصم 40%. يلا مستنيه ايه؟ ادي بوست النهارده، نبدا ان احنا نطلب العرض من عليه. طيب هنبدا ان احنا ندخل على الكيو ار، ما عندناش كيو ار، ادي الارقام اهي يا ست الكل. الارقام دي تدخلي عليها، عندك واتساب، عندك ان انت تطلبيهم برقم سعر الدقيقه العاديه هتوصلي لهم وباسهل طريقه. يبقى ادي البوست اللي هتطلبي من عليه عرض النهارده وادي ارقام التليفونات. طيب نرجع نتكلم تاني، يعني مش بس هو انا كنت متبلغه بس ان العرض بتاع النهارده علشان كريم الجسم وصل عليه خصم 40%، انا اتفاجئت كمان زيكم دلوقتي ان عليه شحن مجاني. الشحن المجاني ده بيقعد قد ايه؟ يعني لسه قدامه يوم او يومين او الكلام ده كله؟ لا الشحن المجاني لما بيتعمل بيتعمل لمده يوم واحد بس. يعني عند حلقه الاعاده بتاعتنا بتاعت بالليل لحد الساعه 12 بندي بعديها كمان ساعتين. بندي بعديها ساعتين، يعني من اول حلقتنا دلوقتي لحد الساعة 12 بالليل حضرتك لو حجزتي هتستفادي بعرض كام؟ خصم 40% زائد مصاريف شحن مجاني. شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ يعني انت لو في العريش ولا في البحر الأحمر ولا في أسوان ولا في أسيوط محافظة بعيدة انت موفرة حوالي هنقول 50-60 جنيه كمان على الخصم بتاع العرض. وارجع واقول كنا مانعين الكريم الجسم ما بنتكلمش عنه عشان كان خلصان، فالناس اللي كانت حاجزه كريم الجسم معانا هتبدا اوردراتها تتسلم من النهارده
وادي كريم البشره وادي الغسول. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، امبارح كنا لسه بنتكلم ان كريم الهالات موجود، انا قمت الصبح ما لقيتوش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش لاقي حاجه خشب امسكها اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طيب ايه اللي مش موجود بقى يا نونا تاني؟ قلنا الصابونه وقلنا كريم الهالات. طيب يعني دول متوفرين، ده لسه جاي، ده خلاص في التشطيب، وده نص نص. يعني اللي هيبدا يحجز معايا العرض النهارده هو الكسبان، كسبان اتنين غسول بشره. غسول البشره يا جماعه وانا قلت لكم قبل كده نجيب ايه، تعالوا كده اوريكم حاجه. ادي بوله ميه هو الغسول ده يا نونا، هي العبوه اللي انت بتتكلمي عنها ده، دي تقضيني قد ايه؟ انا عايزه اقول لك ان انا بقالي اكتر من داخله على شهرين اهو والله بستخدمه، عايزه اقول لك ان هي ما كملتش حتى لحد هنا. يعني انا بقالي شهرين بستخدمه ما كملتش لحد هنا. طيب تعالوا دلوقتي هنعمل ايه؟ والله انا بتكلم بجد، اديك واحده بعد الهوا. بصوا ايديا اهي، لازم يكون فيها منديه او فيها نقطه ميه كده، وراح عامله كده. لا بصوا انا مش عايزه اكتر من دي، شايفين دي؟ انا مش عايزه اكتر من دي، وايديا اهي مبلوله واعمل كده، شايفين؟ شايفين النقطه عملت ايه؟ بتروحي عامله كده ووشك يكون مندي، وتروحي جايه عند وشك وعامله كده في حركه دائريه. ويا سلام بقى لو انت حاطه ميك اب مثلا وجايه من بره مشيه على العين عادي، ما بيحرقش العين. ما بي في انواع غسول كتير تيجي تحطيها على العين بنتي، والله العظيم ربنا يخليها لي يا رب، استخدمت نوع من انواع الغسول وجت حطيته على العين وعمل لها انتفاخات في عينيها والتهابات. لما الغسول حطيته على عينيها عمل لها انتفاخات والتهابات حوالين العين وفي عينها نفسها. لكن الميزه في ريجينكس مناديل يا شباب، الميزه في ريجينكس ان انت بتستخدميه على عينيكي عادي. ليه؟ لان احنا اصلا الغسول بتاعنا ده 3 في 1، والغسول رقم 1 في مصر اللي تقدري ان انت تستخدميه كتنظيف عميق للبشره وكتونر. يعني ايه تونر؟ يعني مزيل للميك اب بتاعه الوش، ان انت تحطيه على عينيكي وتشيلي اكنك ما كنتيش حاطه حاجه. احنا لما بنيجي نغسل وشنا بحبه صابون او ايا كان نوع الغسول، وتيجي بس عند عينيكي وانت حاطه ميك اب تلاقي وشك هب بمطرح المسكره ومطرح الكحل ومطرح الميك اب المحطوط، تلاقي الدنيا باظت، تفضلي تقعدي ساعه وبعدها تحاولي تشيلي بكريمات اللي اتحط على وشك. لكن ده لا، ده مش كده، ده النقطه الوحيده الصغننه اللي احنا حطيناها دلوقتي عملناها على ايدينا، وشنا يكون مندي ميه، مشينا على وشنا كله، كل ده اتشال، مطرح المسكرة ومطرح الكحل ومطرح الميك اب اللي انت حطاه كل ده اتشال، كانك اصلا ما كنتيش حاطه ميك اب. غير بقى الطراوه وغير النعومه بتاعته وغير الريحه الحلوه بتاعته في منتهى الجمال. لسه جاي لي رساله دلوقتي على الواتساب من شادي بيقول لي ان الشحن مجانا لاول 100 عميل بس. لاول 100 عميل بس. يعني خلصوا ال 100 خلاص الموضوع انتهى. هترجعي تاخدي العرض بالسعر الاساسي. طب يلا يا حمدي كده. نفتح. تسلم يا طه. ادي الكيو ار على الشاشه، نفتح الكاميرا ندخل على الكيو ار، وادي صفحه ريجينكس اهي. ننزل على البوست، بسم الله ما شاء الله كومنتات اهي بدات تشتغل، بدات الناس تطلب العرض، معنى ان في كومنتات بتشتغل وفي معنى ان في كومنتات بتزيد، معنى كده ان فرصه حصولك على العرض بتقل. عرض النهارده 2 غسول 2 بشره 2 كريم الجسم لمحاربه السلوليت والاستريتش مارك وجلد الوزه، ده العرض بتاع النهارده بخصم 40% وعليهم شحن مجاني. وادي ارقام التليفونات، ناخدها صوره بسرعه كده من موبايلكم تحفظوها عندكم، ويلا بينا تتصلوا على طول تحجزوا اوردر النهارده. طيب نونا انت اتكلمتي عن الغسول دلوقتي، اديني بس دقيقه. اتكلمنا عن الغسول دلوقتي، وحد امبارح في اللايف كتب لي انا استلمت الاوردر واستلمت العرض لكن مش عارفه استخدمه ازاي، عيوني الاثنين. احنا استخدمنا الغسول دلوقتي، استخدمنا الغسول دلوقتي ووريتك الرغوه بتاعته ووريتك وشك بيبقى معمول عليه ازاي. طيب ارجع بعد كده اروح ماسكه كريم الجسم. كريم الجسم ما بتاخديش وتحطي تنقطي كده وتمشي كده، هو ما فيش حد بيعمل كده، بنعمل كده. العبوه عشان لسه جديده، عشان طبعا ده اكبر دليل ان محدش استخدمها لسه. انا هعمل كده عشان وقت البرنامج. بصوا كده
بروح واخده كده على ايديا بالشكل ده، واروح عامله كده كده مشيته على ايدي، واروح جايه على وشي وارفع لفوق كده، ارفع لفوق ومن عند القوره ببطن ايديا واعمل كده طراوه هايله. بيعمل ايه كريم الجسم بكريم البشره ده يا نونا؟ بيشيل التجاعيد اللي حوالين العين وبيشد البشره، التجاعيد اللي حوالين العين. لكن لو جالك كريم الهالات حطي في محيط العين بتاعه وانسي عين البند دي خالص. طب كريم الجسم بقى نعمل فيه ايه؟ نفس النظام، المنطقه اللي فيها ستريتش مارك او سلوليت او فيها جلد الوز، وده اهم حاجه من اي حاجه في الدنيا، موضوع جلد الوزه ده مشكله لستات كتير جدا، ده علاجه الوحيد اللي موجود في مصر ريجينكس. وارجع اقول تاني قبل ما اختم يا حمدي، اخر مره نفتح الكيو ار نعمل كده، ندخل على اللينك، ادي صفحه ريجينكس اهي، ندخل على البوست نطلب العرض بتاع النهارده بخصم 40% وشحن مجاني. ارقام التليفونات دي عليها واتساب، يعني ممكن تحفظي الرقم عندك وتبعتي الاوردر او تبعتي مشكلتك او تبعتي اي حاجه انت عايز تستفسري عنها على الواتساب او تتصلي بيهم بسعر الدقيقه العاديه. العرض بتاع النهارده ما يتفوتش، العرض بتاع النهارده مش هيتكرر، موضوع الشحن المجاني النهارده وبس، يعني لحد الساعه 12 الشحن المجاني معانا، من بعد الساعه 12 هيرجع الشحن يتلغي وهيرجع الخصم كمان، الحاجه كلها والمنتجات كلها ترجع لسعرها الاساسي. عايزه كل ستات مصر تنور، وان شاء الله باذن الله الصابونه لما تتوفر تاني هي وكريم الهالات اول ما يتوفروا هتيجي الاوردرات بتاعتكم لحد باب البيت. خصم 40% شحن مجانا لحد باب البيت، عرض ما يتفوتش. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم في حلقه جديده بكره ان شاء الله، بكره عندي مفاجاه حلوه قوي في الحلقه، مش عايزاكم تفوتوا الحلقه علشان نشوف مفاجاه بكره هتكون ايه وضيفه بكره هتكون مين، نتعرف عليها سوا، حد ناس كتير ما تعرفوهوش بس هي مش جايه من مصر. ضيفتنا بكره جايه من لبنان، وجايه من لبنان مخصوص عشان تطلع معايا هنا علشان تشهد شهاده حق. ايه شهاده الحق؟ ايه ايه شهاده الحق اللي هي جايه تشهدها؟ وهي مين الضيفه اللي جايه من لبنان مخصوص واول ما نزلت لبنان طلبت ان هي تشوفني، وكان ممكن ان انا اتقابل بيها بره واتكلمنا مع بعض، بس انا حبيت ان هي نتقابل بيها قدام جمهور البلد يوكا كله. استنوا حلقه بكره، حلقه مهمه جدا جدا جدا، مش عايزاكم تفوتوها. اسيبكم بخير واشوفكم بخير دايما، وربنا يرضيكم ويرضيكم. باي.